مرحبا أصدقائي، اليوم ناخذ الشيفت ريجستر. الشيفت ريجستر هو دائرة إلكترونية لتخزين ونقل البيانات، اللي ما ماخذ الفليب فلوب يراجع الفليب فلوب. الفليب فلوب اللي مستخدم بالشيفت ريجستر هو الجي كي، جي كي فليب فلوب، والدي فليب فلوب. الجي كي بي جي وكي للانبوت، و كيو وكيو داش للاوتبوت، بعد بي بالنص كلوك، بي بالنص كلوك، و الدي بي دي انبوت، وكيو كيو داش اوتبوت، وهنا بي كلوك. زين، هذا بالنسبة للفليب فلوبات اللي راح نسوي بهن شيفت ريجستر. انواع الشيفت ريجستر: سيريال ان، سيريال اوت، بارال ان، بارال اوت، يعني دخول توالي خروج توالي، دخول توازي خروج توازي. وعندنا بارال ان سيريال اوت، يعني دخول توازي خروج توازي، خروج توالي. وأخير شيء عندنا سيريال ان بارال اوت، دخول توالي وخروج توازي. إذا عندنا أربع أنواع من الشيفت ريجستر. شيفت ريجستر ناخذهم بالتفصيل. أول نوع هو سيريال ان سيريال اوت. مثلا ناخذ ابو ثلاثة، هذا الفليب فلوبات مالتي، والسنترال كلوك بهن، هذا كلوك، كلوك متشابه يكون، هذا الكلوك مالتي، وهنا الداتا، داتا تدخل منه وتخرج من كيو، تدخل بالدي الثانية، هذا سميناه دي نوت، هاي دي 1، تخرج من كيو 1، تدخل بالدي 2، تخرج من كيو 2. هذا سيريال ان سيريال اوت، سيريال ان سيريال اوت. هذا نوع من الرجسترات اللي دخولها توالي وخروجها توالي. بعد عندنا بارال ان بارال اوت، يعني دخول توازي وخروج توازي. ايضا نرسمه بثلاثة، كل دخول هذا توازي، ثاني توازي، ثالث توازي. هذا الدخول مالتهم، هذا الدي نوت، دي 1، دي 2، والاوت الكيو مالته هنا كيو نوت، كيو 1، كيو 2. هذا الاوتبوت مالته، وسنترال كلوك اكيد كل واحد ياخذ لي كلوك. هذا بالنسبة للبارالل توازي، دخول ودخول وخروج توازي. بعد عندنا نوعية ثالثة، عندنا دخول توالي خروج توازي، بارال ان سيريال اوت، بارال اوت سيريال ان بارال اوت، عفو. نوعية الثالثة، واحد اثنين ثلاثة، هاي سيريال ان بارال اوت، دخول توالي يعني للدي، ومن الكيو للدي، ومن الكيو للدي، وهنا هذا الاوت مالتي، هاي الداتا مالتي، هنا داتا ان. بعد خروج توازي، يعني كل كيو الاوت مالتها بوحدها، Q not Q1 Q2، هاي كل Q بحدها، والسنتر كلوك هنا التايمر مالتنا الكلوك بالتساوي للجميع. زين، عندنا دخول
توازي. بارل إن معي الرابعة و سيريال أوت. بارل إن سيريال أوت. هنا أنا إراد شوي انتباه. هذا الفليب فلوب مالتنا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. ثلاث فليب فلوبات. الأول راح أدخل له بيانات. هاي دي نوت مالتي. زين. كلوك ثابت. هذا سنتر كلوك. زين. بعد شوي تنتبهوا لي على ادخال البيانات هنا. هنا بالبارال انسيريال اوت بي شيفت يحصل ازاح البيانات وبي بعد شنو بي لود وبي تحميل بيانات يعني احمل البيانات وازحفهن. اذا اعطيته واحد راح يصير تزحيف بيانات واذا اعطيته سالب شوف هنا حاطين عليها كومبلمنت اذا اعطيته سالب راح يصير خزن بيانات. خزن بيانات على ضوء من على ضوء بيانات راح ندخلهم. هنا دي نوت دخلناها ناش راح ندخل راح ندخل دي وان بس دي وان تجي من اور والاور تجي من اثنين اند والباقيات ما بعد الدي وان هنا دي وان ما بعدها على هالشكل راح يصير. هنا عندنا اور هنا اثنين اند هسا نقول شنو يعني شنو فائدة الاند. هنا الاند راح تجي لي كيو تنخزن بيها كيو السابقة زين. وهنا انا هسا نقلكم وين راح نربطها. هنا كيو السابقة راح تربط بيها واللي هاي الاند الثانية تربط معها زين. بعد الادخال هنا الادخال هنا الادخال مالتي دي 1 هنا ايضا ادخال دي 2 زين. بقى هذا الثاني هذا اللي سحبناه بالبداية هذا راح يشتغل للشيفت شيفت. بقت الجهة الثانية مال اند هاي اند الثانية هاي الاند الثانية ناخذها واند ثانية راح ناخذها هذني يشتغلن لللود هذني يحطولن بوابة نوت يحطولن بوابة نوت يعني بمعنى اخر اذا البوابة النوت شلون تشتغل اذا صار عندي شيفت بمعنى انه واحد راح يروح مباشرة قلنا عندنا نوت هنا راح يروح لل يعني يعبر البيانات يعني اذا هنا عندي مخزون واحد صفر واحد من يجي امر شيفت راح يصير نانا تجي دي جديدة شنية وهذا يزحف واحد يجي هنا والصفر يجي هنا وهذا يصير اوتبوت فهذا الشيفت. اما اذا اجي لود اللي هو صفر صفر هنا بالنوت راح يصير واحد من راح يصير واحد راح يصير عندنا لود راح هذا يستقبل بيانات جديدة وهذا يستقبل بيانات جديدة يعني راح يخزن بيانات جديدة. هذا الفرق بين الشيفت واللود هذا التعقيد فقط بال parallel in serial out.